أصبحت طرق الربح من الإنترنت كثيرة ومتنوعة بشكل كبير، ويلجأ إليها كثير من الناس للحصول على دخل إضافي أو على مصدر أساسي لآخرين، خاصة وأن فكرة الربح من مختلف المواقع أصبحت مألوفة بشكل كبير. أصبحت الحسابات تعمل وأنت نائم فيما يسمى passive income، فيما يكون تعريفه بالربح دون مقايضة الوقت أو الربح أثناء النوم. من أشهر الطرق الرائجة هي شبكات مواقع التواصل ونشر المقاطع ذات المحتوى المختلف عليها، أيضاً اللعب على الإنترنت لمن يعد للترفيه والتسلية فقط، بل أصبح أداة تدر ربحاً كبيراً، خاصة الألعاب المبنية على تقنية البلوكتشين. كما توجد طرق أخرى للربح أونلاين، منها التسويق بالعمولة ومجالات أخرى سنتعرف عليها ضمن فقرتنا. الرياض ينضم إلينا المهتم بالتقنية هشام الكوحة. هشام يسعد صباحك، أهلا بك معنا في صباح العربية. أولا لو تعرفنا عن الدخل السلبي، ما هو، كيف يختلف عن الدخل العادي، وكيف يمكن أن نجني مالا من الدخل السلبي؟ أهلا وسهلا، صباح الخير. بالنسبة للباسيف إنكم فهو باختصار إمكانية أنك تربح الأموال أو الربح من خلال الإنترنت وأنت لا تخيط وقتك لهذا الشيء. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبداية الربح عن طريق الإنترنت كانت عن طريق تقديم الخدمات. فمثلا أنت شخص مبرمج، أنت شخص مثلا تفهم في مثلا تعديل على الصور، مونتاج الفيديو، ففي شخص صاحب مشروع يقدم وظيفة لهذا الشيء وأنت باعتبارك خبير ممكن تقدم. ولكن لما أنت تشتغل بالإنترنت أنت فأنت في الواقع أنت تقضي في وقت لهذا العمل وفي المقابل يعطيك مقابل له. ولكن النوعية الجديدة الآن هي اسمها الباسيف إنكم أو الربح بدون مقايضة الوقت، وهو أنك أنت تبني بزنس وهذا البزنس ممكن يدر عليك أموال حتى لو أنت كنت نايم. طبعا في أشكال عديدة منها، على سبيل المثال فتح قناة يوتيوب، موقع تجاري أو موقع معلوماتي، بيع للإي بوكس أو مثلا الكتب الإلكترونية، بحيث أنك أنت الموقع مفتوح 24 ساعة، ممكن أي شخص يدخله في أي وقت في العالم حتى وانت نايم، يدخل يلقى المحتوى اللي عندك، يشتري كتاب، أنت تصحى الصبح تفتح إيميل تلقى عندك مجموعة مبيعات. هشام، هل يمكن اعتبار الاستثمار بالعملات الرقمية جزء من الباسيف إنكم؟ يعني أنت بتستثمر مثلا ببيتكوين، تحط $1,000، بتصير تتضاعف هاي الدولارات لمئات الألوف وربما ملايين وانت قاعد. بالنسبة للاستثمار في العملات الرقمية أو حتى في الشركات الأخرى، بصراحة أنا شخصياً لا أعتبره passive income، لأن لو كان في الطالع حيعتبر passive income، ولكن لا قدر الله لو مثلا نزلت الاسعار زي مثلا ما شفنا في الفتره الاخيره، فانت ممكن اصلا الدخل ينقص عندك. لو انت حطيت $10,000 في البيتكوين الان ممكن سعره 5,000، فلا اعتقد ان هذا يعتبر باسف انكم حقيقي. الباسف انكم يجب ان يكون مبني على بزنس، فهذا البزنس زي ما قلت لك هو ممكن يكون موقع او قناه يوتيوب، موقع تجاري تبيع فيه منتجات، هذا الشيء يمكن اعتباره باسف انكم، لان عاده دائما حيكون في الطالع. فكل ما يزيد عندك عدد الزوار كل ما يزيد عدد المبيعات. عندما الاستثمار هو استثمار ففيه ريسك ان ممكن انت تخسر حتى جميع اللي عندك. طيب كثير من الشباب في الجيل الحالي يا هشام حققوا ثروات طائله من مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الحسابات تعمل وانت نائم وتدر عليك الثروه طائلة. ما هي أبرز المواقع التي لاقت رواجاً في الدخل السلبي؟ مواقع التواصل أم مواقع الألعاب؟ هل لك أن تحددها؟ الاثنين صراحة. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فسواء لو أنت كنت مؤثر فعلى أي شبكة، سواء كان تيك توك أو إنستغرام أو فيسبوك، أهم شيء أنك أنت عندك ناس تتابع فيك، وخصوصا لو كان طبعا متابعين من العالم الأجنبي أو من العالم العربي اللي تتوفر فيه
المتاجر الإلكترونية. على سبيل المثال مثلا في السعودية، الإمارات، الدول المتقدمة، في كثير من المتاجر الإلكترونية. هذه المتاجر ممكن تتواصل معك أنت كمؤثر وتعطيك كود معين، أنت تضع هذا الكود على حسابك أو على صفحتك، وكل شخص يشتري من خلال هذا الرابط أنت تحصل على عمولة معينة. بالنسبة للألعاب أيضا شيء جديد طبعا اسمه Play to Earn، مبني على تقنية البلوكتشين. في العادة بالنسبة للألعاب احنا في السابق كان الشخص اللي محب للالعاب يجب ان هو يدفع الاموال، صح، يشتري مثلا بلاي ستيشن او يشتري الالعاب، فانت تدفع اصلا شخصيا الالعاب عشان تلعب هذه الالعاب وتستمتع بها. الان التقنيه الجديده هي البلاي تو ايرن، خصوصا المبنيه على البلوك تشين، بحيث انك انت تلعب، وكل ما انت تلعب وتوصل الى اهداف معينه في خلال اللعبه تعطيك اللعبه توكن او كوين، هي عمله رقميه. فهذه العمله الرقميه قيمتها اموال طبعا، مع مرور الوقت على الارجح ان طبعا العملات الرقميه حتكون في مسار تصاعدي في المستقبل، فهذه الكوين او التوكن قيمتها اموال. فانت كل ما تلعب وكل ما تدخل على مراحل جديده في اللعبه تحصل على كوينز، وهذه الكوينز ممكن تستبدلها باموال حقيقيه. واعتقد ان هذا المستقبل حقيقه، لان بدل ما انك انت تدفع فلوس او تخسر فلوس عشان تلعب، الان انت ممكن تحقق ربح. وعلى فكره في الفلبين مثلا، لان مستوى المعيشه لحد ما رخيص، في ناس الان يلعبوا في هذه الالعاب وحققوا دخل كامل بدون الحاجه الى عمل. وايضا فيها دول ثانيه بدل ما تعطي موضوع البنفيت او المساعدات او الاعانات بالنسبه للاشخاص، يوجهوا فيهم انهم هم يلعبوا هذه الالعاب ويتحصلوا على مصدر دخل من خلال البلاي تو ايرن. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا من الرياض، المهتم بالتقنيه هشام الكوحه، شكرا لك.